فهذا هو التلبيس وهذا هو التغريب بالأبناء بأبنائنا وبشبابنا. تؤخذ فلذات الأثبات ويدفع بها إلى محلات معارك طاحنة الله أعلم بما يجري فيها. لا، وأكثر من ذلك، هذه الجماعات نفسها التي يقال على جماعاتها نفسها متناحرة فيما بينها. داعش تحارب داعش، وداعش يحارب قاعد، وقاعد يحارب ما أدري من، وقتل وقتال. هذا حاله نراه نحن بأعيننا، يعني لسنا مغيبين نحن عما يجري على الساحة. فين هذا الإسلام الذي يدعى إليه؟ فين هذا الجهاد الذي يدعى إليه؟ الجهاد شرف الله به هذه الأمة، أمة الجهاد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الجهاد له ضوابطه وله شروطه وله قواعده وله أهله الذين يتكلمون في بيانه شرعا، وأهله الذين يأمرون به قيادة، هم الذين يسمع لهم ويطاع لهم. أما هؤلاء فإنما هم دعاة فتنة، وهذا الذي يسمونه جهادا هذا فتنة، وشاءوا أم أبوا نحن نقولها بملء أفواهنا هي فتنة. نسأل الله جل وعلا أن ينقذ أبناء المسلمين منها. والحمد لله الذي وفق حكامنا في هذه البلاد إلى بيان ذلك، وهم من أول يوم قد بيّنوا الفرق ما بين الجهاد وما بين الإرهاب. هذا الذي اجتلب به على أمة الإسلام الكوارث من أفغانستان إلى تونس وإلى حدود تركيا في العالم العربي بما يسمى جهاد، وهو في الحقيقة ليس بجهاد بل هو فتن وإفساد. نسأل الله العافية والسلامة. فاللهم سلم سلم، اللهم الطف بنا وبالمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنب بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين كل شر، وأن يصرف عن أهل الإسلام الشرور بمختلف أنواعها.